السلام عليكم، أنا جمان الحلو، والدة 5 طلاب من مدرسة رومبي، 2 منهم تخرجوا وهلأ بدرسوا في جامعة آيدن الحمد لله. ما واجهوا أي مشاكل بالنسبة للشهادة لما دخلوا الجامعة، المدرسة هي نفسهم عملت لهم الاعتماد تبع الشهادة من سلطان أحمد، والحمد لله أمورهم مشيت كتير. وأكثر شغلة بحسها كتير مميزة برومبي لأنه دايما بوفروا مدرسين، يعني لما بسمع الأهالي عم بيشتكوا عن نقص مدرسين بالنسبة لطلابهم انه صار لهم فتره من غير مدرس الطالب في المدارس الثانيه هون برومبي، انا المشكله هي ابدا ما واجهتها الحمد لله. وفيهم كمان شغله من ناحيه التواصل مع الاهالي، كثير بياخذوا ارائنا بعين الاعتبار حتى اراء الطلاب. يعني عم اذكر السنه الماضيه طلاب من مدرسه رومبي جريد 5 تقريبا، لا جريد 8، طلبوا من المدرسه انهم يعملوا مفطور جماعي برمضان وفعلا وافقوا وعملوا لهم. كثير تعاملهم حلو، بنصح كل الاهالي الناس انه ما يقلقوا خالص من قصه الاعتراف، لان في مدارس تقريبا مش معترف فيها وهم خايفين وقلقانين من الموضوع. انا المشكله هذه ابدا مش مواجهه برومبي، وهي عم بستنى تخرج اولادي الثلاثه ان شاء الله حيخشوا جامعاتهم وما في اي مشاكل. يعطيكم الف عافيه.